تراس سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفه نائب رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنه التنسيقيه رقم 381 والذي عقد عن بعد وخلال الاجتماع وخلال اجتماع اللجنه التنسيقيه بحثت اخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا واعتمدت التوصيات المرفوعه من قبل الفريق الوطني الطبي والقرارات بشانها وكلفت الفريق الوطني الطبي للاعلان عنها